عندما الأب يطلب من عندك فرشيه لا تقول ما راح أسوي، قوم تبدي تأفف ما أريد أسوي. الله يقول أوف، لا تقول لهم عندك عقاب عندي، ترى ألو إذانك. أكو قصص بالملايين في التاريخ بهالمواضيع، يقول لك دير بالك تتكلم ويا أمك وأبوك بالطريقة. مشيت سنة سنتين حشيت بالطريقة، بس تكبر راح أطلع لك يا بأولادك، راح أخليهم يشوون على قوت عراقين بصل على إذانك. خليك مؤدب مع أمك وأبوك، لا تستعمل كلمات اللي تجرح قلب الأم والأب، لأنه الأم والأب ما عندهم طريقة يقدرون يردون عليك. الولد لما يصير لسانه طويل جدا الأب والأم يسكتون حقيقة، من رحمة اللي الله جعله في قلوبها الأم والأب، تسكت المرأة يسكت الأب، إنه يقول إلهي شنو رد على هذا، على هذا الولد اللي لسانه هكذا. ما تقدر بطريقة مؤدبة مهذبة قول بويا الآن أنا عندي فرش شغلة خلي أخلصها أستنزل لك، مؤدبة بصوت منخفض واخفض، الله يقول واخفض نزل نزل، تتكلم ويا أبوك بصوت عالي، واخفض لهما جناح الذل، يعني يصير ذليل جوا رجله.